مساءكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا المساء، ومع سن الكبار وعلى بركة الله ينطلق الشوط السادس الخاص بالقعدان الثنايا من مسافتنا 8 كيلومترات. شعاراتي أصحاب السمو الشيوخ والسعادة نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الانطلاقات المميزة. نبدأ بعد المراكز، ننطلق هنا مع الباز بشعار هجن الشحانية، وهنا الذهبي سالم بن فاران المري يقدم ويقود لنا الباز ثاني الانطلاق. وصل هنا الفارس بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وفي ثالث المراكز وثالث الانطلاق وصل الذيب بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد ثاني، وهنا محمد بن مسفر بن محمد الجربوعي في عملية التضمير. وفي رابع المراكز ورابع الانطلاق وصل هنا الصارم بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتواجد في عملية التضمير. وفي خامس المراكز وخامس الانطلاق وصل هنا مفوض بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. والنداء الأول وعود هناك إلى الباز من حيث بدأنا، هناك الباز بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم ويقود لنا الباز على رأس حربته. ثاني الانطلاق وثاني الاندفاع، هناك شعار هجن الشحانية ايضا مع الفارس، وهنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، لكن الذيب تسلل الى ثاني المراكز بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد ثاني، وهنا محمد بن مسفر بن محمد الجربوعي في عملية التضمير. ثالث المراكز هناك منطلق الفارس بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي رابع المراكز وصل هنا على رابع المراكز مفوض بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري على رابع المراكز هنا، وتواجد مع رابع المراكز مع مفوض. وفي خامس المراكز واختتم به النداء وصل الصارم بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا المدهش في عملية التضمير سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. هكذا النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وعود إلى الصدارة الباز من بداية الانطلاق وبدأ يباعد، هنا الباز منطلق بشعار هجن الشحانية وشعار الأدعم، وهنا الذهبي سالم بن فاران المري في عملية التضمير. الله يا الذهبي، ثاني الانطلاق قادم، هنا الذيب بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد ثاني، ويتواجد في عملية التضمير محمد بن مسفر بن محمد الجربوعي هنا في عملية التضمير على ثاني المراكز مع الذيب. ثالث الانطلاق، ثالث المراكز وصل هنا الفارس بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، هنا منطلق على ثالث المراكز. وفي رابع المراكز هنا قادم ومنطلق على رابع المراكز مفوض بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. وفي خامس المراكز هناك مهلي، هنا قادم بشعار هجن الشحانية، وأول نداء هنا مهلي بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لكن الباز على الصدارة وبدأ يباعد من هذه اللحظات من بداية الانطلاق وهو على رأس حربة هذا الشوط. حتى هذه اللحظات منطلق بشعار هجن الشحانية، وهنا الذهبي سالم بن فران المري يتواجد ويقود لنا الباز إلى الطريق الصحيحة، هناك إلى طريق الناموس. الله يا الذهبي، سالم بن فران المري
المري ثاني المراكز، قادم الذيب بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد ثاني، وهنا محمد بن مسفر الجربوعي في عملية التضمير ثالث المراكز. هناك الفارس، الفارس بشعار جن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ورابع المراكز ورابع الانطلاق وصل لهوب بشعار هجن الشحانية وأول نداء لهوب. وهنا الحوت محمد بن خالد العطية ينطلق مع لهوب على رابع المراكز. خامس المراكز، هنا مفوض بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، هنا الذهبي منطلق على خامس المراكز، وهو هناك أيضا على رأس حربة هذا الشوط مع الباز. البوز بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، الله يا الباز بشعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم من انتزع الرموز وانتزع السيوف، الله يا الذهبي سالم بن فاران المري ثاني المراكز وثاني الانطلاق الذيب بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني، وهنا محمد بن مسفر الجربوعي في عملية التضمير ثالث المراكز. هناك الفارس بشعار هجن الشحانية والشبه جابر بن سالم بن فاران المري في عملية التضمير، وفي رابع المراكز وصل لهوب بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، وأيضا خامس المراكز انفوض بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، لكن أعود مع الباز، الله يا الباز بدأنا بالانعطاف، وهناك الباز على رأس حربة هذا الشوط منطلق بشعار هجن الشحانية، الشعار العنابي الشعار الأدعم، والذهبي يتواجد مع هذا الشعار العملاق، هنا الذهبي سالم بن فاران المري، الله الله بدأ منطلقا وبدأ يباعد من هذه اللحظات، وهنا منطلق بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري مع الباز، ثاني الانطلاق هنا الذيب بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني، وهنا محمد بن مسفر الجربوعي ثالث المراكز. هناك الفارس بشعار هجن الشحانية شبه جابر بن سالم بن فران المري، وفي رابع المراكز قادم هنا وقاد، اول نداء لوقاد بشعار سعادة الشيخ احمد بن عبد الرحمن بن احمد آل عبد الرحمن الثاني، وهنا فضل الله عبد الله حسن الرحال في عملية التضمير، وفي خامس المراكز وخامس الانطلاق، الله يا لهوب بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، لكن أعود مع الصدارة، أعود مع أول المراكز. هناك الباز، الباز من بداية الانطلاق وهو منطلق على رأس حربة هذا الشوط، والذهبي سالم بن فران المري يتواجد مع الباز، شعار هجن الشحانية، الله الله الله، ثاني الانطلاق أيضا هنا الفارس قادم بشعار هجن الشحانية، وهنا الشبل جابر بن سالم بن فران المري، الله يا ثاني المراكز، ثالث المراكز الذيب بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني، وهنا محمد بن مسفر الجربوعي، لكن هناك اللي على رابع المراكز ورابع الانطلاق، وصل هنا وقاد بشعار سعادة الشيخ احمد بن عبد الرحمن بن احمد آل عبد الرحمن الثاني، وهنا فضل الله عبد الله بن حسن الرحال في عملية التضمير، وفي خامس المراكز هناك له بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، لكن أعود مع الباز، الباز الباز، الله الله الباز
الفوز بشعار الجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري منطلق هنا ولايحة الألف وخمسمية متر، وهنا الباز منطلق على الصدارة وعلى أول المراكز بشعار الجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري ثاني المراكز، هنا قادم الفارس بشعار الجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري، وقاد قادم بشعار سعادة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد عبد الرحمن الثاني، وهنا فضل الله بن عبد الله بن حسن الرحاذي عملية التضمير، لكن الصارم تقدم الله يا الصارم بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وفي ثالث المراكز الفارس بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري، لكن أعود مع الباز الكيلو الأخير الكيلو الخطير يا الذهبي منطلق هنا مع الباز بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري، الصارم قادم بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مفوض قادم بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري، رابع المراكز هناك مهلي بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري، لكن الباز والصارم ومفوض اللحظات الأخيرة، وهنا الحزام الأخضر الله 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 الصارم لكن مفوض من الجانب الآخر الذهبي سالم بن فاران المري، ثاني المراكز الصارم بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، لكن أعود مع مفوض مشكور يا الذهبي سالم بن فاران المري، الله يا الذهبي من انتزع السيوف من انتزع الرموز يقدم لنا الذهبي، مشكور يا ابو جابر تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا مفوض، وسلام هجن الشحانية سلام الذهبي سلام، تهانينا وناموس ولحظة وصول مفوض إلى خط النهاية بشعار هجن الشحانية، ونهني الذهبي سالم بن فران المري ثاني المراكز، أيضا أتى هنا مهلي بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري، وفي ثالث المراكز أتى الفارس بشعار هجن الشحانية، وفي رابع المراكز وصل هنا الصارم بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وفي خامس المراكز وصل هنا رعد بشعار سعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم بن محمد الثاني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي، نهني هجن الشحانية، تابعنا وإياكم مفوض بشعار هجن الشحانية ويقوده لنا الذهبي سالم بن فاران المري، فتهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني الذهبي والتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية، التوقيت الزمني 12 دقيقة 56 ثانية وستة أجزاء من الثانية، ونهني هجن الشحانية ونهني الذهبي سالم بن فاران المري ثاني المراكز. أتى هنا مهلي بشعار هجن الشحانية والتوقيت الزمني 13 دقيقة ثانية واربع اجزاء من الثانية، فتهانينا والناموس ثالث المراكز، اتى هنا الفارس والتوقيت الزمني 13 دقيقة ثانيتي وسبع اجزاء من الثانية، نهني هجن الشحانية ونهني الشبل جابر بن سالم بن فران المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء،